ماذا قالت صحف العالم والمواقع العالمية والمصرية والعربية عن بطولة كأس العالم للأندية وعن النادي الأهلي؟ فيفا: الأهلي في أفضل صورة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية. وجايبين طبعا صور لاعبو النادي الأهلي بعد التقاطهم الصور الرسمية النهاردة بالبدلة الرسمية، واهتمام كبير طبعا من الاتحاد الدولي وموقع الاتحاد الدولي. الأهلي بيكشف عن بدلة مونديال الأندية ويؤكد الأبطال على أتم الاستعداد. البدلة عاملة شغل، لفت الأنظار. أيضا وليد سليمان أول لاعب بالأهلي يصل مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر. موسيماني بيقول الأهلي بليف وي كان دو بيج، يعني دايما الأهلي يستطيع ان هو قادر على تحقيق مفاجأة في كأس العالم، وده طبعا الموقع الرسمي للفيفا. ايضا فليك المدير الفني لبايرن ميونخ بيقول وورلد تايتل وود بي ايسينج اون بايرنز كيك. طبعا بيقول ان هو يسعى لمعادله جوارديولا. منافس الاهلي والدحيل المنتظر ليفاندوفسكي نرغب في تحقيق انجاز تاريخي بكاس العالم للانديه. أولسن هيونداي الكوري يدشن وصول فريق كأس العالم للأندية. بدون جينياك تجلس يتعادل في المهمة الأخيرة قبل مونديال الأندية. أخيرا من الوطن سبورت: سانتوس وبالميراس في نهائي ليبرتادوريس لتمثيل البرازيل بمونديال الأندية. طبعا نهائي هيكون ساخن جدا جدا في هذا النهارده، بكره هنشوف ان شاء الله، وهنشوف مين اللي هيلعب في هذا النهائي ومين اللي هيوصل ان شاء الله من سانتوس وبالميراس عشان يلاقي أولسن الكوري الجنوبي. ده كانت البدايه بجدول ومواعيد مباريات كأس العالم للأندية.